قناة المعارف الفضائية في شهر محرم الحرام. الحسين وارث المرسلين مرآة عاشوراء. الحسين عليه السلام في ساعة الشهادة كيف ختم حياته؟ ختم حياته بالمناجاة بين يدي الله عز وجل. في محراب كربلاء الجزء الرابع. الله سبحانه وتعالى أتم نوره بجهاد سيد الشهداء بشهادته. وانتصر الدم. الإنسان إذا أذنب في حين الذنب يسلب منه الإيمان، يسلب منه العقل، يسلب منه الروح الروحانية. المؤمن نور لنفسه ونور لغيره. ثورة العطاء. لم يكن الحسين هو المخطط. المعركة معركة السماء. سلام عليك يا ثار الله. أهل البصائر. العقيدة المهدوية عندما تطرح هي مخلص جميع الأديان. منار الحسين عليه السلام. ننظر إلى النصوص النبوية التي تحكي مصاب الحسين عليه السلام، لابد أن نأخذ هذه القرينة بنظر الاعتبار. مطارحات حسينية. تضحية يعني ليست مرتبطة فقط بالنفس أو يعني وإنما هي أيضا بالمال، بالوقت، بالجهد. الخطاب الحسيني. أصحاب الحسين عليه السلام أصحاب بصائر. مصيبة السماوات. لو فرضنا أن الإمام الحسين عليه السلام سكت ولم يقم بالثورة، أين دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ على ضفاف عاشوراء. كيف أن الدم انتصر على السيف؟ ثار الله. هدف الحسين هو هدف إلهي، هدف لإصلاح الأمة الإسلامية. أنوار نينوى. الإمام زين العابدين لعب دورا إعلاميا، عائلة الحسين لعبت دورا إعلاميا في تأجيج المشاعر. صدى عاشوراء. عندما تكون مع الحق أنت محفوظ الأجر والأجرة. المجتمع الإيماني مجتمع متكامل، متكافل، متضافر. رحيق المجالس. من يعتاد الحضور في المجالس يكون إنسان واعي. من جرت عليه المصيبة وهو صابر، مرت عليه تلك المصيبة وهو مأجور. ثورة الشموخ. أصحاب الإمام الحسين سلام كانوا يملكون من القوة البدنية والقوة الفكرية ما أنارت طريقهم. نسيم عاشوراء. عناصر القوة، عناصر الخلود في ثورة الحسين عليه السلام كبيرة. الإمام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بذل كل ما يملك، بذل كل شيء. الدم الخالد. سيدنا القاسم صلوات الله وسلامه عليه كان الشعلة من الإيمان. الإمام الحسين لا شك ولا ريب أنه ماذا يمثل النبي. آهات الطفوف. مصرع الحسين عليه السلام مصرع يوصف بأنه مرتبط بالعبرة الساكبة. بقي من خلال حركته التي قامت هكذا بنهوض الفضائل كلها إلى الرذائل كلها. سر الكلم. التغيير الذي قامت به السيدة زينب عليه السلام من خلال كلامها تأججت مسائل. مدرسة كربلاء. من ضمن الإعداد لعاشوراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أشاع ثقافة عاشوراء. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه عنوان الشجاعة والبسالة والمعرفة والقدرة على قيادة الحدث. دموع القوافي. من قال فينا بيتا من الشعر من الله له بيتا في الجنة. صحف الإباء. الإمام الحسين بشكل واضح وبشكل صريح بيّن أسباب الثورة، بيّن عوامل الثورة. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كان واضحاً في حراكه هذا. صوت الطف. من المفاهيم التي ركز عليها القرآن ومدح أهلها ألا وهو مفهوم الإيثار. المرأة عند ذات تلك الواقعة كانت تتميز بميزتين أساسيتين، الأولى الإيثار والتضحية. تحفة المنتظرين. يمحق الظلم وتنهار عروش الظالمين وينتصر المظلومون. يخرج الإمام سلام الله تعالى عليه لينير هذا الطريق. إشراقات زينبية. زينب سلام الله عليها أخلاقها وسلوكها وأفعالها اندكت اندكاكا كاملا وترسمت تعاليم الرسالة السماوية. قصيدة اسمها الحسين عليه السلام. هذا البيت يعني اكتنز كل قيم المشهد الحسيني الذي أراد دعبل من خلال التائية أن يوصله إلى المخاطر. يسألونك عن الحسين عليه السلام. أصل الشكر والتوفيق إلى الشكر هذا بحاجة إلى الشكر. كان سلام الله عليه يجلس مع الناس، لم يكن يعيش في قصر. كربلاء وسيرة الخلود. العزاء الحسيني مظهر من مظاهر التعبير عن امتداد هذه الثورة. الدين الإسلامي دين محبة ودين رحمة، وهذا الدين العظيم دين التعايش والوحدة. وثائقيات وتقارير. الحسين عليه السلام بين السائل والمجيب. ما هي أهمية إقامة مجالس العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ الإمام الحسين سلام الله عليه من خلال بذل دمه روح له الفداء هو إنما أراد أن يثبت هذا الدين. أكو اتحاد في زمن الإمام الحسين بين الأمرين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح الأمة وعدم بيعة يزيد في الواقع. مسيرة الفتح. قال أريد أن أخرج على مبنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك أساس الدين. وأخيرا بعد كل ما جرى من الأحداث خرج عمر بن سعد في سنة 61 للهجرة من شهر محرم الحرام بجيش جرار حالما بالحكم على الري، فقطع الطريق على الإمام الحسين وأنصاره. كان اختيار الإمام عليه السلام لحرم الله لمكة المكرمة اختياراً بعناية. المبادئ ورثها الحسين من جده محمد صلى الله عليه وسلم. المهدي عليه السلام بين السائل والمجيب. ورد إلينا سؤال من أحد الأخوة المشاهدين والذي يقول فيه: لماذا ندعو بتعجيل الفرج؟ إن انتظار الفرج عبادة كما ورد في الروايات الشريفة. سماحة الشيخ عبد المنعم المشكور، حبذا لو توقفنا على سؤال السائل الذي يقول فيه: ما هي وظيفة القواعد الشيعية في عصر الغيبة؟ في هذه المرحلة الطويلة يوجد نواب عامون للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهم كل مجتهد جامع لشرائط الاجتهاد. الجزاء. أيها المختار، إن الثأر يدعو للنزال، يدعوك يا سيف الحقيقة ويا سيف الفضيلة للقتال. المجتمع بطبعه يحتاج إلى تماسك، والإشاعة عندما تأتي إنما تأتي لتفكيك تلك الأواصر. لا تدعوا الحبة سيأخذ الماء، اضربوا القربة، اضربوا القربة. أصيخوا قربة الماء.
ما تزال صرخة الحسين مدوية ألام الناصر. الحسين يطلب الأنصار للدين. سيد الساجدين. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. عمل الإمام السجاد عليه السلام على إيجاد حالة من التوازن الروحي بين المسلمين، فاستخدم عليه السلام الدعاء كوسيلة تربوية إصلاحية. عرف الإمام السجاد سلام الله عليه بساعته العلمية. المخلص يأتي غدا وفي كفه راية الأنبياء، وهذه المعارف نبض القلوب، إليك تجدد عهد الوفاء، إليك تجدد.